قلت له انا عم خونك بوجه عاطي كيف ما خفت من ردة فعله، ما خفت من شيء. لما المرأة تعترف بهيك اعتراف ممكن يكون في تداعيات. الموت ارحم من الحياة ماما بكثير. وين اعترفتي له؟ وين كنتي؟ بأي ظروف كنتوا؟ كنت انا واقفة بوجهه وهو واقف بوجهي، انا كلمة وهو كلمة. قلت له من الآخر انا حبيت غيرك وانا ما عادش بدي اياك، انا كرهتك وبدي اتطلق وبدي فل. خنتك عادي عادي؟ عادي، ما انت اللي وصلتني لهون. قديش ضليتك عم بتعيشي هيدا الصراع قبل ما تخبري؟ سنتين وشوي، هيك 3 سنين تقريبا. سنتين مع رجل تاني انت؟ صح. وما لاحظ ابدا؟ كان يظهر معنا قدامه عادي، بس ما كان يعرف انه انا بحبه. المرأة قبل ما تاخد هيك قرار في شغلة بتخليها تفكر، ممكن يهددها فيهم الأطفال. وإذا عندي أولاد يعني وتركته، ما بدنا هن حيكبروا لما يعرفوا أمهم شو عاشت وشو كانت عم بتعيش. أساسا أنا إذا ما تركتهم وعرفوا قصتي حيقولوا لي أنت كيف تحملت تقعدي معه، حيلوموني لا أنا ما تركتهم وفلت. أنا بالنسبة لي ما كان حافظ على عورته. شو يعني؟ يعني كان شيء كتير عادي بالنسبة له أنا أروح أظهر معه، يقول لي مثلا أظهري. لما أنا أظهر مثلا شو يعمل معي؟ يبعث لي على التليفون جيبي معك هيك وهيك مصاري يعني، وإذا ما جبتيهم ما حتفوتي على البيت. يعني هو عم بيطلب من مرته تعاشر رجال كرمال جيب مصاري؟ بطريقة تانية. شو يعني؟ يعني بطريقة إنه مثلا يحكي مع إنه يقول لي عادي روح أظهري معهم بس إنه جيبي مصاري. عم بتبرر الخيانة؟ الخيانة إلها مش بس تبرير، إلها كثير يعني. قبل ما احكيك عن تبرير الخيانة، ساومك بالأطفال لما قلتي له بدي طلق؟ ايه قال لي ما عاد شوفوا ولادك. شو قلتي له؟ ما بيأثر، ربيهم أنت، خدهم. شو قلتي له؟ خدهم ربيهم حيكبروا. فيه وبلاي حيكبروا. بس أي حياة منتظر هذه المرأة يلي عم تترك بيتها، عم تترك زوجها، عم تترك أولادها؟ كرمال أي حياة؟ كرمال أي حياة؟ ايه. كرمال رجل حبيته، ايه أنا حبيت عادي. بيستحق هذا الرجل اللي حبيتيه انه الامراه تضحي بحياتها وبولادها وببيتها وبحاضرها وباستقرار ولادها؟ بحق طبعا بحق، لو ما بحق ما بخطي اصلا خطوه لقدام. ما خفتي بهاللحظات عم تاخذي هيك قرار؟ لا، لانه كنت عايشه بخوف اكبر لما كنت مو. بكره رح يقول لاولاده امكم خاينه. ولادها حيعرفوا قبل ما هو يقول لهم، انا حقول لهم. انا حقول لهم، انا حاعترف لهم. انه انا خنت بيتهم عادي. عادي؟ عادي. الخيانة منه فعل عادي. بالنسبة لمجتمع. بس أنا بالنسبة لإلي ولكتير نسوان بيسمعوا وبيعرفوا. الخيانة شيء كتير عادي. طز على المجتمع. نعم؟ طز على المجتمع.